طيب، الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. محاربة الفساد، إصلاح النظام السياسي، إصلاح المجتمع، إصلاح منظومة الدولة، بل تكريس مفهوم النزاهة. كلنا نقف جميعا مع فكرة الإصلاح. كيف يستطيع أحد أن يحارب الفساد وهو فاسد؟ يعني الآن هدف واحد أمامنا، من السابق لأوانا الحديث عن تشكيل كتلة مستقبلية، الآن أكو هدف يجمعنا، هذا الهدف هو الإصلاح الحقيقي، الإصلاح الحقيقي، الإصلاح الحقيقي. في ليلة الاستجواب، في ليلة الاستجواب أغلق تلفوني صراحة. في اليوم الثاني قبل ما دخلت للاستجواب في غرفة سليم الجبوري جاء علي قال لي البارحة 40 مرة اتصلت بيك وما حصلتك. أنا كنت قاعد يم السيد النائب، الموضوع كان حليناه. حنان الفتلاوي دا يقول لي يمها نعم، مقابل 2 مليون دولار، 2 مليون دولار، 2 مليون دولار، وقال لي هسه العرض قائم، هسه العرض قائم، إذا تقبل الاستجواب تسحب حنان الفتلاوي. الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد، وقد تعاملت معه الحكومة ككرة نار تحاول إلقاءها على البرلمان. تشاومني على عقود، على عقود الجيش، هذا هذا ادفع ثمن الآن، ادفع ثمن الآن، هذا الآن، الآن تتحدث بكل الأسماء، والألف ألف تتحدث بكل الأسماء، يسميها محمد الكربولي صفقة السيد الرئيس، بكل الأسماء 1500 همر من الولايات المتحدة يروح جيبها يموتون بها الجنود العراقيين، كل همر يستفادون منها 200 ألف دولار. السيد الرئيس تتحدث الرئيس بكل الأسماء، مجلس النواب المحترم. لماذا تنتشر المخدرات في العراق؟ أين الحكومة وأجهزتها الأمنية من ظاهرة انتشار المخدرات؟ كيف أصبح شعب العراق من أكثر شعوب العالم حزنا وغضبا؟ أليست الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية والخدمية سببا رئيس في انتشار الظواهر السلبية في العراق؟ كيف أصبح العراق مرتعا وسوقا ضخما للمخدرات في ظل حكم الأحزاب الدينية؟ ألم يكن العراق قبل عام 2003 خاليا من المخدرات؟ فما الذي حدث؟ أم أن الأمر مقصود لتدمير شريحة الشباب العراقي؟ هل الفقر سبب في ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات؟ أليست إيران هي المصدر الرئيس للمخدرات القادمة للعراق؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم في حلقة هذا اليوم من برنامجكم صوتكم، حيث كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق الشهر الماضي بأن نسبة إدمان الشباب للمخدرات قد تصل إلى 50%، عازيا الأمر إلى سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ونقل بيان للمجلس عن قاضي محكمة تحقيق المسيف في باب النبيل الطائي قوله بأن نسبة الإدمان قد تصل إلى 50% بين الشباب العراقي، لكن هذا الأمر غير مكتشف بشكل رسمي كما قال. وأضاف أن الأشخاص الذين يعملون بالمخدرات ويروجون لها موجودون في كل المناطق وليس في منطقة محددة، لكن كما قال نستطيع القول بأن النسبة الأكبر وحوالي 70% منها هي في الأحياء الفقيرة والمناطق التي تكثر فيها البطالة وغيرها من المشكلات الاجتماعية. وأشار القاضي الطائب إلى أن سوء الأوضاع الاقتصادية ونسبة البطالة الكبيرة تؤدي إلى إقدام الكثير من الأشخاص على تناول المواد المخدرة ظنا منهم بأنها تنتشلهم من هذا الواقع المؤلم. ولفت إلى أن جرائم المخدرات لم تعد محصورة بالرجال، بل أصبحنا نلاحظ كما أشار القاضي تورط النساء فيها، ولعل أهم أسباب انتشارها تتركز في زيادة الإنتاج العالمي للمخدرات، كما أن لتطور تكنولوجيا الاتصالات والمواصلات دورا حيويا في تسهيل انتشارها. أضاف القاضي بأن دعاوى المخدرات في المحاكم كبيرة جدا والخط البياني في تصاعد مستمر.
العراق كان طوال العقود التي سبقت عام 2003 يخلو تماما من ظاهرة المخدرات، إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات منذ عام 2003، حيث تسود النزاعات والأوضاع الأمنية والاقتصادية غير المستقرة. طبعا في عام 2018 خرج علينا قائد عمليات البصرة رشيد فليح وقالها بصريح العبارة بأن 80% من المواد المخدرة تدخل إلى البصرة من إيران، وأوضح فليح في تصريحات صحفية بأن البقية تدخل من المنافذ الأخرى بما فيها الكويت، وأشار إلى أن هذه النسبة تخص الحبوب المخدرة وليس الكريستال وبقية المخدرات. خلونا نشوف التصريح السابق لقائد عمليات البصرة رشيد فليح. وبكل صراحة أن المخدرات التي تأتي إلى البصرة بنسبة 80% من الجانب الإيراني و 20% من بقية المنافذ بما فيها الكويت من خلال الحبوب الخاصة وليس الكريستال وبقية المخدرات. أعلن هنا وبكل صراحة أن المخدرات التي تأتي إلى البصرة بنسبة 80% من الجانب الإيراني و 20% من بقية المنافذ بما فيها الكويت من خلال الحبوب الخاصة وليس الكريستال وبقية المخدرات. أعلن نعم. طبعا يذكر بأنه في بداية سبعينيات القرن الماضي وتسعينيات القرن الماضي كذلك تم إلقاء القبض على مخدرات قادمة من خارج العراق تدخل للعراق حتى تروح لغير دول، وتم إلقاء القبض عليها، هذا بحسب تقارير دولية في ذلك الوقت. في سبعينيات القرن الماضي تم إلقاء القبض على وجبة مخدرات، وفي بداية تسعينيات القرن الماضي يعني ممر كان ممر لحالتين فقط وتم إلقاء القبض عليهم. اليوم العراق مع الأسف في ظل الأحزاب الدينية أصبح مستورد وأصبح مصدر، أصبح مستورد للمخدرات بكافة أشكالها ومصدر كذلك إلى بقية دول العالم. نتذكر طبعا عادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق عندما قال بأن نسبة المخدرات تأتي والنسبة الأكبر تأتي من الأرجنتين، ذبها برأس الأرجنتين. العراق وين؟ الأرجنتين وين؟ حتى في ذلك الوقت يعني تهكم العراقيون على هذا التصريح وجعلوا الأرجنتين في مكان إيران في الخريطة من باب التهكم. فالمصيبة مصيبة المخدرات تأتي من إيران. ويبقى التساؤل، أين الأجهزة الأمنية وأين الحكومات المتعاقبة من هذه الظاهرة التي تدمر الشباب العراقي؟ واليوم بتصريحات رسمية من قبل مجلس القضاء الأعلى في العراق ومن قبل اللجان البرلمانية تتحدث بأن نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب العراقي وصل إلى 50%، يعني نصف شباب العراق اليوم يتعاطون المخدرات بحسب هذه الأرقام. وطبعا هذا ولد كثير من الأمور مثل ما راح نشوفها، حيث كشف أحدث تقارير لمؤسسة غالوب الأمريكية المعنية بإصدار تقارير عن العواطف في دول العالم بأن 3 دول عربية موجودة في قائمة أكثر شعوب العالم شعورا بالحزن والتوتر في العالم في عام 2020 من بين 145 دولة شملها التقرير. أفادت المؤسسة بأن نتائج استطلاع الرأي الذي سمته تقرير غالوب العالمي للمشاعر لعام 2020 شمل استطلاع رأي 175 ألف شخص في نحو 145 دولة حول العالم، واستمر من منتصف 2019 حتى بداية 2020، وقد جرى سؤال الناس في الدول التي يعيشون عن مشاعرهم تجاه 5 أنواع من المشاعر، هي التوتر والغضب والحزن والقلق والألم النفسي وفقا لما جاء في التقرير. العراق في الصدارة، وجاء العراق في صدارة أكثر الشعوب شعورا بالحزن والتوتر، إذ أن نحو 51% من الذين تم استطلاع آرائهم قالوا بأنهم يشعرون بجميع هذه المشاعر الخمسة في بلدهم. وتعود أسباب شعور العراقيين بهذه المشاعر إلى عدة أسباب كما جاء في تقرير غالوب الأمريكي، منها الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد وانتشار حالات
الاغتيالات إضافة إلى الفقر. معنا أبو زينب من النجف. أبو زينب، لو سألتك في البداية، لماذا تنتشر المخدرات في العراق في ظل حكم الأحزاب الدينية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. طبعا هي المسألة واضحة وضوح الشمس. نعم. والشمس لا يحجبها الغربال. أولا. ثانيا، هي هاي عملية تسطيح، عملية تسطيح لعقول الشبان لوضعهم في حال مرير. والمعروف عن المخدرات هي المادة اللي يسموها الأدكتيشن، اللي حالة الإدمان، يعني من العسير جدا إذا واحد تعاطاها بعد أن يتركها، وشغلة جور شغلة وشغلة جور شغلة، يبقى هذا الإنسان بعد ما يقوى على تحريك إيده يبقى عاطل عن العمل، عنصر غير فعال في المجتمع. وأهم شريحة هي شريحة الشبان. إذا قضوا على هاي الشريحة، يعني الأقل عمر والناس الكهول والشيوخ ذولا مو مشكلة. هذا يقود أيضا، وأخطر أنواع المخدرات هي الكريستال، هذولا يغيبون عقول الناس. وهذا الحيوان عادل عبد المهدي لما يقول المخدرات تدخل لنا من الأرجنتين، عرب وين طنبورة وين جاب الأرجنتين على العراق؟ ومو رشيد فليح يقول 80%، أنا أقول لك 90-95% تدخل من إيران. والعملية مقصودة، هو إبادة الشعب العراقي وقتل الروح الثورية عند الإنسان العراقي وتهميشه وتهميش دوره والقضاء عليه على الحكومة، وخاصة احنا نتصل بالحكم السياقاطي اللي هو حكومة رجال الدين، إذا كانوا فعلا أشراف أن يعيدون حكم الإعدام على أقل تقدير إعلاميا حتى يبرؤون ساحتهم، يعيدون قبل بزمن صدام وزمن البكر وزمن عبد الرحمن عاطف وعبد السلام اللي عنده مخدرات أو يتاجر بها، حكم إعدام حتى شرعا هذا يعدم. لأن خصوصا هسه خاصة من الكريستال يؤدي إلى الزنا بالمحارم، هم يردون شعب متفسخ. وين الأجهزة الأمنية؟ وين الحكومات من هذه الظاهرة؟ ليش ما توضع حد؟ هي موجودة، يا إما ينفذ يقتل. إذا ينفذ حقيقة أبو الأجهزة الأمنية خصوصا على الحدود يقتل أو ينقل أو يغير. هم ناس عم هي الشغلة بيد الأحزاب مو بيد الحكومة. هذا اللي يجيبوا أي دورة رئيس وزراء مو أكثر من ماشة نار، لا حول له ولا قوة، فقط يستخدموهم لقضاء فترة عليهم. أبوك الله يرحمه، شكرا في مال الله. نعم، أنا أشكرك أبو زينب من النجف كان معنا. طبعا في تصريح لوزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، أعلن بأن معدلات الفقر ارتفعت في العراق من 22% إلى 34%، ويبلغ عدد سكان العراق بحسب آخر إحصاء لوزارة التخطيط في العراق 40 مليون نسمة في جميع مدن البلاد بما فيها أقليم كردستان العراق. طبعا كذلك جاء العراق في المرتبة الثانية من ناحية أكثر شعوب العالم غضبا بعد أرمينيا بحسب مؤسسة غالوب للدراسات. ومثل ما أشرنا بأن العراق جاء في مراحل متقدمة بتجارب الحزن والقلق والتوتر كذلك بين شريحة العمال بحسب استطلاع مؤسسة غالوب العالمية. وفقا لتقرير هذه المؤسسة عن حالة القوى العاملة العالمية للعام الحالي، فإن العراق حصل في استطلاع الحزن على 43%، متقدما بذلك على جميع دول المنطقة. تلته إيران ب 42% ولبنان ب 32%. ولفت التقرير إلى أن العراق حصل في استطلاع القلق على نسبة بلغت 52%، فيما حصلت إيران على نسبة 57%، تلتها تونس ب 56%. يعني ظاهرة المخدرات صراحة يوضع عليها أكثر من خط وأكثر من علامة استفهام. يعني انتشار هذه الظاهرة وفي ظل الأرقام الرسمية والأرقام الدولية،
يعني تجعل من المراقب يعني يشكك بتحركات الأجهزة الأمنية والحكومات المتعاقبة حول هذه الظاهرة. يعني مثل ما شفنا أنه قبل قليل بالعام 2018 من طلع رشيد فليح وهو كان في ذلك الوقت يعني قائد عمليات البصرة وقال بأن قال بصريح العبارة أقولها بصراحة بأن 80% من المخدرات تدخل إلى من إيران إلى البصرة، وهذه المخدرات معروفة بأنها تدمر شريحة الشباب. إذا افترضنا بأن إيران تريد تصدير هذه المخدرات القاتلة ليس فقط إلى العراق ولكن من باب التجارة، فأين هي الأجهزة الأمنية وأين هي يعني دور الحكومات المتعاقبة من الحد من هذه الظاهرة القاتلة التي يعني تدمر شريحة الشباب في العراق؟ صراحة هناك يعني هناك ضعف في الحد من هذه الظاهرة. نشاهد أرقام مفزعة، يعني عندما يتحدث مجلس القضاء الأعلى أو مفوضية حقوق الإنسان بأنه وصل نسبة التعاطي بين الشباب العراقي إلى 50%. يعني اليوم مفوضية حقوق الإنسان في العراق أعلنت عن ارتفاع نسبة تعاطي الشباب في المحافظات الجنوبية والحدودية للمخدرات إلى 50%. عضو المفوضية علي البياتي قال بأن الإحصائيات الأخيرة للمتعاطين في السنوات الثلاث الأخيرة هي بحدود 9300 متعاط، فيما طالب بتجديد العقوبات على تجار المخدرات لغرض السيطرة على هذه الظاهرة، وتتهم جهات عدة إيران بإدخال المخدرات إلى العراق عبر استغلال المناطق الأكثر فقرا. معنا اتصال أبو فاطمة من النجف. أبو فاطمة، يعني كيف أصبح شعب العراق من أكثر شعوب العالم حزنا وغضبا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عمر، تحية لك أخي كريم ولكافة الأخوة. أهلا وسهلا بك. الحقيقة هذا الموضوع موضوع أنا دخلت توا ظننت هل تتكلمون عن قضية المخدرات وعلاقتها. نعم، ما هذا يعني يعني أكثر شعوب العالم حزنا وغضبا، فيه شيء وشيء كثير من موضوع المخدرات. نعم، قضية المخدرات باعتقادي وباعتقاد كثير من العراقيين إنها عملية مقصودة لتدمير الفئة الشباب من الشعب العراقي، لأن هذه هي الفئة التي تبني البلد، التي تعمل، التي تدافع عن البلد إلى آخره. فهذه القضية يعني نحن نعرف قبل الغزو لم تكن تدخل حبة خردل من مخدرات أو أي شيء حبوب الهلوسة، وإيران معروف يعني سجلها حافل في تصدير مخدرات وإنتاجها إلى أفغانستان، إلى لبنان، إلى الخليج، إلى اليمن، معروف. وحتى في إيران يعني هذه المشكلة أخي عمر تكمن في السلطة الحاكمة في إيران. هذه المافيا الموجودة في إيران يعني اجتمعت فيها كل صفات الشر، الإجرام، القتل، الخطف، السرقة، إسقاط طائرات مدنية، مخدرات، كل هذه لأن الناس ليس لهم تاريخ ثقافي ولا أكاديمي ولا يعني طريقة المجرمين. فحقدا وعلى العراق وعلى شعب العراق يعني أنت برأيك أبو فاطمة، إيران عندما تصدر المخدرات إلى العراق هو للتدمير أم لتدمير الشباب لو من أجل التجارة فقط؟ العصفورين بحجر تضرب أكيد. نعم. أنا برأيي الـ 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 الهدف الأول هو تدمير الشعب العراقي، والهدف الثاني طبعا تجاري ومال، وتدخل الأموال يعني بكل سهولة، هذا لا شك فيه، لكن الأصل هو تدمير هذا الشعب الذي برهن على 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 تماسكه وقوته وثقافته وأخلاقه من مئات السنين. لا
لكن هم يعني حقدا وغيرة يقوموا بهذه الأمور. لأن نعرف الآن قضية يعني نسبة الإجرام في العراق ارتفعت، الطلاق، الأمراض، الكذا، فهذه هي هذه نتائج هذه قضية المخدرات التي أصبحت يعني تؤرق العائلة العراقية والمسؤولين وغيرها، والله المستعان. وين الحكومات المتعاقبة؟ وين الأجهزة الأمنية من الحد من هذه الظاهرة في ظل حديث مفوضية حقوق الإنسان بأنه 50% من شباب المحافظات الجنوبية يتعاطون؟ معقولة هذه النسبة 50%؟ مو هواية؟ أخي عمر، هو الذي أتت بها أمريكا وإيران ناس ليست لهم ولاء للعراق، هم باعوا العراق فقط على المخدرات، يعني 130 مليار المالكي تلفها، يعني هذه هم دورهم أخي، دور هؤلاء البيول إيران وزبالة إيران هذا دورها، هذا يعني القضاء الفاسد والوزير الداخلية من إيراني جناسيهم إيرانية العامري والعرجي وغيرها، هذا هو دورهم. كيف تسيطر إيران داهية في هذه الأمور؟ يعني إذا سيطروا على الداخلية سيطروا على الحدود، سيطروا على هذه هي القضية مدروسة. يعني هذا التافه المجرم فالح رشيد اللي يقول تدخل 80%، يعني أنت شنو دورك؟ أنت خراعت خضرة في البصرة؟ قرت عينك. إذا لا تستطيع أن تحمي حدود، إذا ليش خال نفسك سوي نفسك رجل أمن؟ نعم، أنا أشكرك أبو فاطمة من النجف. معنا أبو صلاح من بغداد. أبو صلاح، أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. أي حبيبي، بالنسبة لموضوع المخدرات، نعم، أكثر من تصريح للسيد وزير الداخلية المحترم عثمان الغانمي، نعم، قال تجار المخدرات يمتلكون أسلحة أقل من أسلحة الدولة. تسمعني سادة؟ أسمعك. يقول عندهم أسلحة ثقيلة ومتوسطة يعني وخفيفة، بمعنى عندهم قمرات، عندهم مدفعية، عندهم 106، عندهم عبارات، عندهم آنفات، عندهم بكنسيات. شلون الدولة وزارة الداخلية تقدر تواجه إيش عصابات مجرمة؟ جاوبني أستاذ عمر، جاوبني، الله يرضى عليك. يعني هاي الدولة وزارة الداخلية ودفاع ما تقدر على هذه المافيات والعصابات؟ معقولة؟ أستاذ عمر، أقوى من الدولة، أقوى من الشرطة، أقوى من الجيش، كلام أخذ من عراقي. من يدعمهم؟ من يدعمهم برأيك؟ يحب بلاده. تمام، من اللي يدعمهم دولة؟ من يقف وراءهم؟ أستاذ عمر، نعم، تصريحات المسؤولين على أعلى المستويات. نعم، من يدعمهم ذولا؟ إيران، أستاذ عمر، إيران. نعم، إيران يقف وراهم. من يقف وراهم؟ اللي عنده أسلحة هيك ثقيلة. زين، الدولة ما تريد تدخل بورطة إيران. نعم أستاذ عمر، نعم أسمعك. الدولة ما تريد تدخل بحرب أهلية، لأن راح تصير مذبحة إذا قدموا عليهم 10,000، لولاك راح يجوك ب20,000. تسمعني؟ أسمعك. إذا قدموا عليهم الجيش والشرطة 10,000 قوة مسلحة، لولاك راح يجوك ب20,000. وصير مذبحة، ها؟ والخاسر الشعب العراقي وذول. زين، مو ده نخسر شبابنا بهاي المخدرات؟ ده نخسر شبابنا، ده نخسر مجتمعنا. يعني دولة ما تقدر على، بما أنه أنت تقول ما تقدر على تجار المخدرات، ما تقدر على قادة الميليشيات، ما تقدر على يعني إنهاء النزاعات العشائرية، هاي إيش طلعها؟ هاي دولتي إيش هاي؟ أستاذ عمر، بس اسمعني، الله يرضى عليك. أسمعك. بس أنت لو تنصلي التلفزيون للأخير، إيه، مو أنت لو بس تنصلي التلفزيون للأخير، نص التلفزيون للأخير يا أخي. أنا أشكرك أبو صلاح من بغداد كان معنا، وأرجو من المتصلين عندما يتصلوا يعني ترك التلفزيون أو خفض الصوت للأخير. ناصر من بغداد، تفضل ناصر.
عمر. أهلا وسهلا بك. من المسؤول عن انتشار المخدرات في العراق؟ من المسؤول؟ أستاذ عمر، إحنا عندنا موضوع وأنا كنت بحجز عسكرية. المخدرات عندنا شيء محرم على الإطلاق قبل الاحتلال. نعم. لكن إيران شجعت هاي الحالة لإفساد الشباب العراقي حتى تسيطر عليهم. إيران 95% من إيران مخدرات. وتدري أنت الشعب العراقي شعب ذكي وناضج ومؤمن، لكن أرادوا يعني يحطموه ويحطموه خلقيا يحطموه. هاي ما عاد تصير بالشعب العراقي. هذا يقتل أبوه، هذا يقتل أخته، وهذا يقتل زوجته، أسمارها المخدرات، لأن تفقد العقلية عند الشاب. هم دمروه اقتصاديا ودمروه سياسيا، فدمروه حتى نفسيا اجتماعيا. فإيران الأولى والأخيرة تدمير الشعب العراقي. إيران استغلت منه، استغلت الأجهزة الأمنية. أغلب الأجهزة الأمنية هي موالية لإيران. أستاذ عمر موالية، إحنا ما نريد، أنا بالكاظمية، أنا بالكاظمية أستاذ عمر. نعم. وأعرف الأجهزة الأمنية شلون موالية للجهاز الإيراني، وأغلبهم إيرانيين. فهم يتواطؤون، مو يتعاطفون، يتواطؤون ويا المسيح. والقضاء العراقي عندنا إعدام أستاذ عمر، أنت جنابك تدري أنه إعدام. حتى سنة سنة ونص فشجعوا الفيروس، هذا فيروس. نعم. هذا الفيروس مال المخدرات شجعته مجلس القضاء الأعلى، خفف الأحكام، يعني خففها. أقول متساهل وياهم قاطع القضاء ويا هاي الحالات، في حين أبو الكلينيك أبو البتراء حكمه سنة، في حين المخدرات يحكموها سنة ست أشهر، سنة ست أشهر من أجل انتشارها حتى تنتشر أكثر. مع الأسف يعني إحنا نتمنى من وسائل الإعلام العراقية هذا الموضوع تعيد الأهمية، لكن الفضائيات العراقية تدري ليش مشغولة؟ مشغولة بالاستغفر الله شعوذة، يعني تحدث عن واقع الإحكام الحقيقي. نعم. زين أخي، أخي ناصر، فضل. أنت نعم. قلت هناك في الأجهزة الأمنية من هو متواطئ مع إيران لإدخال هذه المخدرات. زين إحنا نعم. بعد العام 2003 مو على أساس أحزاب دينية دعت تحكمنا؟ زين مو حرام هذا مو حرام يعني بالدين وبالقانون وبالمنطق، هذا مو حرام يدمر المجتمع، يدمر الشباب؟ شلون تسمح هاي الاحزاب الدينيه بهذه الظاهره؟ استاذ عمر اسالك بس سؤال قصير، انه مو يحللون لهذه المخدرات، هم المتعقب النظام ما عندنا احنا حتى انتشار مكاتب عندنا بالكاظميه وتمسيك حق اسمها المتعه استاذ عمر. فانت لما تسال هذا السؤال اللي حضرتك تفضلت فيه انه المخدرات وعلماء دين، يا علماء دين لا تخلينا اعلام انتم واحتراما لفضائيتكم ما اطرق المواضيع اللي تسال عندنا. زين احتراما للفضائيه ما اطرق اللي تسال عندي بالكاظمية انا استاذ عمر، واعرف كل التفاصيل. يحللون الحرام، يحللون الحرام ويحرمون الحلال، الاشياء الحلال يحرموها والاشياء المحرمه يحللوها. انا والله العظيم عمر انا رجال ما تقول متدين هالقد ولا هذه، بس شفت مجتمع مالي انحدر، مجتمع العراقي انحدر مع الاسف. فسدوه ماليا واقتصاديا وخلقيا، حتى هم يقضون عليهم على الفساد الاخلاقي. نعم. حتى ايران الكويت تنتعش مع كل الاسف طلع، مع كل الاسف عمر. أنا أشكرك ناصر من بغداد كان معنا أبو مصطفى من الموصل. أبو مصطفى، هل انتشار ظاهرة المخدرات هو بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، أم هي يعني هي ظاهرة مقصودة لتدمير الشباب والمجتمع العراقي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أشكرك سيدي. الله يسلمك ويخليك، الله يحفظك. والله استاذ عمر بالنسبه ل يعني شغله المخدرات، يعني شغله ايرانيه مبينه لي شو انا ما اراد لها. نعم. وايران تدمر الشباب ودمرت الشعب العراقي، يعني مع الاسف الله تشوف شغله المخدرات، يعني شغله صارت شغله عاديه. والعرى قال ينباع بالشارع على الساعه كشاكها، يعني سبحان الله. ما اي والله.
وين هالحكومة؟ يعني وين الأجهزة الأمنية؟ نعم. وين الحكومات؟ وين الحكومة؟ وين الأجهزة الأمنية عن هذه الظاهرة؟ أستاذ عمر ما حكومة ماكو، يعني ليش أكو حكومة؟ والله حكومة ماكو، بس بالاسم حكومة. هو من قاب المنافذ معنا، إيران قابته. نعم. والله إيران الله وكيله. شغلة هي ذي إيران، تيجي تدمر الشباب وتيجي تحطم الشعب العراقي كامل تحطمه. ما تخلى على أي شيء يعني. نعم. إيوه سوون أكثر بعد يسوون أكثر. نسأل الله. يعني إيران حكومة، حكومة إيران مو هاي الحكومة. هاي ماكو حكومة، حكومة هاي مال ميليشيات ومال القتل ومال سلب ومال نهر. وحكومة. نسأل الله أن يفرج ويحفظ شعب العراق يا رب. أنا أشكرك أبو مصطفى من الموصل كان معنا. معنا عبد الرزاق من بابل. أخي عبد الرزاق، لماذا تنتشر المخدرات في العراق برأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك دكتور عمر. بالنسبة للمخدرات، نعم. وهذا من نتائج النظام العولمة اللي فتح الأسواق أمام الدول وجعل من الدول ضحية لدول أخرى. وبالنسبة للعراق، إذا تقول منو يتحمل هذا الموضوع وهذا شو اسمه الدمار بالنسبة للمخدرات، يتحمل الشعب. أنا أحمل المسؤولية كاملة للشعب، لأنه الشعب هو اختار هذا النظام وهذه الحكومة العميلة اللي عن طريق الميليشيات مالتها والديون مالتها تاجر بهذا الاتجاه وهي المخدرات. هاي المخدرات يا دكتور عمر دمرت شبابنا. هي القصد من عندها هو تدمير الشباب، يعني سواء بالعراق او بالدول العربية، هو تدمير الشباب العربي. مثل ما كانوا يقولون الاسلام هو ديون الشعوب، اليوم المخدرات هي ديون الشعوب ودمار الشعوب عن طريق الدول اللي تخلي تجارتها بالمقدمة أو تجعل من الشعوب البلدان الأخرى ضحية لها. فإحنا اللي جاي اليوم نشوفها من دمار ومن من يعني إنهاك الشعب العراقي هاي السموم، هو قلت لك أنا حملت الشعب العراقي أن ليختار هذه الحكومة الحكومات وهذا النظام. فاللي أتمناه من شعبنا يعني أخي عبد الرزاق ماشي. يعني إحنا إذا نظرنا إلى الانتخابات مع العام 2018 كانت نسبة المشاركة 18% بحسب أرقامهم طبعا 18%، وعندك 82% ما راحوا انتخبوا. فالشعب لم ينتخب هذه الحكومة. يعني ليس كل الشعب، أغلب الشعب غير راضي على هذا النظام الذي جاءت به الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بدعم الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم يعني الدول الغربية والدول الإقليمية لهذا النظام، يعني النظام قائم. يعني ليس من الإجحاف أنه تحميل الشعب العراقي وزر هذا النظام برأيك؟ لا مو إجحاف، هذا الحقيقة. لأنه من البداية قبل بهم، لأنه انخدعوا بأقوال رجال الدين، وهم يعرفون كل الزين رجال الدين مخادعين. فكان المفروض من الناس تكون عندهم توعية وتصحيح، وأن يكونوا يسدون آراء رجال الدين. فهم الشعب ليش حملت للشعب وهذه؟ لأنه رضخ لتعاليم رجال الدين وانبطح أمام آرائهم وأمام أقوالهم، فكانت انفصلت هاي النتيجة دكتور عمر. يعني أتمنى من الشباب وبالأخص من مناطقنا الجنوبية أن يعون لمخططات رجال الدين اللي هم ما يفكرون إلا مصلحتهم، ما يفكرون إلا منافعهم. أما الشعب فهم يعتبروه جسر يمدون عليه نفوذهم وتوسعاتهم. أما بالنسبة لشعبنا فأتمنى أن يفض هذه الانتخابات وهذه الحكومات حتى لنكون يعني نطلع ضحية أكثر من اللازم لهذه الميليشيات وهذه الأحزاب. وتحياتي إلى الدكتور. شكرا عبد الرزاق من بابل كان معنا. معنا كذلك من بابل علي. علي، أين الحكومة وأجهزتها الأمنية من ظاهرة انتشار المخدرات في العراق؟
تفضل علي. علي تسمعني؟ تسمعني أخ عمر؟ نعم أسمعك الآن. أين الحكومة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أين دور الحكومة وأجهزتها الأمنية من الحد من ظاهرة المخدرات في العراق؟ أخ عمر ألا تسمعني؟ اعطيني بس 3 دقائق أتكلم. تفضل. الله يخليك. المشكلة مو بحكومة أخ عمر. أنا أريد المشكلة والله والله تتكلم بالحكومة، المشكلة بالشعب أخ عمر. المشكلة بالشعوب. المشكلة عند نفرض هسه تقول لي أمريكا ليش عافت العراق؟ أمريكا من طبت الكوريا، الفيتنام، اكو دولة من طبت لها أمريكا انهلكت مثل العراق؟ ما في دولة بس العراق. وليش أمريكا تخلت عنه؟ أمريكا ما تخلت عن العراق، ما زالت موجودة أمريكا. لا تخلت عن العراق لأن حقيقة احنا ما لنا علاقة. حقيقة إن مرات احنا نظن نترحم على أيام صدام، والله أيام صدام أرحم من هسه، بس خلينا نكون حقيقيين. من نجت أمريكا العراقيين ما رحموهم، قتلناهم ودمرناهم، فصارت هي عدوة أنه مو صديقة. هي تخلت عنا، يعني هذا وضع دبلوماسي بس تمر العراقيين. ليش فيتنام؟ ليش فيتنام ما صارت مقاومة وأجبروهم على وأجبروهم على الانسحاب؟ بأسلوب هالأسلوب اللي عندنا هاي. لا بل أكثر. لا لا أكثر. أقرأ وشوف وتابع يعني أفلام وثائقية، كانت مقاومة قوية أجبرت القوات الأمريكية على الانسحاب من فيتنام. صحيح. نعم. انسحبت مو مثل وضع العراق. يعني ليس بالضرورة أنه أنت تطبق أو تقارن بين التجربة اليابانية أو تجربة كوريا الجنوبية وتواجد القوات الأمريكية هناك مع التجربة العراقية. لازم يعني كل حالة تدرسها لحالها على حدة. أعرف. نعم. أنا بس أدعت أخ عمر، إحنا بدأ أرجع موانا للحكومة والشعوب والشعوب. نعم. هاي دول العالم، هاي الخليج، أكو دولة بالعالم محافظة أمريكا وعاشة بسلام. ليش الوحيد الشعب العراقي صح كلا كلا أمريكا؟ يا أخي ما نعيش بسلام؟ نختلف عن الشعوب إحنا؟ الله خالقنا نختلف على العداوة اللي عندنا؟ هاي وحدة. نتحدث عن الوعو الشعوب، احنا نفرق السحنة. الحكومة الشيعية، خلينا نكون فاتحين اخ عمر. نعم. الحكومة الشيعية واحنا هسه شيعة كجنوب. التخلف والهمجية تلقاها بالجنوب. ولكم هذا اللي يقول الشجرة من البذرة والبذرة من شجرة. انت لا جنوب كلنا متخلف. متخلف يعني اقول لك متخلف ضاحكين على دولة للعمايم والمنابور واللطوم والهاي غاسلين دماغك. واحنا هسه بالنسبه لاوروبا سوى جواز سفر ما عدى منفذ بس ايران وما طب لي ايران عن كل وعديهم. اسالك بالله انا شلون اقدر اوعي الا ما ادخل السعوديه وادخل قطر وادخل الامارات ابدا اشوف الشعوب شلون وصلت الا هم فاتحين لي بس منفذ العمايم. شلون تريدنا انا مثلا ارد اصير وطني او ما ارد اصير زين ما زين لي يعني اخي علي يعني بالنسبه للدخول اجاوبك على نقطتين يعني الثقافه لا تحتاج فقط الى السفر عليك بالقراءه وعليك بالمتابعه وهاي عندك القنوات ما شاء الله يعني تتابع وتشوف العالم وانت قاعد بالبيت. اما الموضوع الثاني انه ليش هاي الدول العربيه تدخلني لان انا الشيعي لا هذا كل من يحمل الجواز العراقي اكو دول تدخلك بتاشيره واكو دول ما تدخلك يعني هذا جواز العراق على الكل يعني ان كانت ما احترامنا ان كنت سني ولا شيعي ولا كردي ولا مسيحي هذا الواقع الحالي لان تردي النظام في العراق بعد العام 2003 ويعني وزاره الخارجيه لم تلعب دورا حقيقيا في تذليل الصعاب على المواطن العراقي للتمتع ان كان بالسفر للسياحه او العلاج او الدراسه او غيرها فهذا يتحمل النظام مو لان انت شيعي وسني. نعم الجواز العراقي هو صار أسوأ جواز بالعالم. بس أخ عمر الشيعة ما القيادة، الشيعة بالحكم فاشلين لو بعد 1000 سنة أذكر كلامي لو بعد 1000 سنة ألا ظل حكومة شيعية العراقيين دي القيادة للسنة. السنة يحبون السنة يعني ما يحب ميليشيات. مو أخي علي هي المشكلة هم نرجع أنت ليست بخلفيتك ومذهبك الديني بقدر ما هل أنت ولائك للبلد
هذا التساؤل، هل أنت ولائك الكامل للبلد؟ هل هذه الأحزاب التي جاءت وحكمة البلد هل هي ولائها للبلد بشكل حقيقي ووطني؟ هذا اللي شفناه خلال 18 سنة، هذا اللي كل من يدور منصب بغض النظر. هسه أنت عندك سنة وشيعة وأكراد، اللي يروح يقبل إيد إيران ويحصل منصب أهلا وسهلا، هذا الواقع مع الأسف. أنا أشكرك أخي علي من بابل، معنا اتصال، أكو اتصال ما سمعت الاسم. كيان من بغداد، تفضل كيان. كيان تسمعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك حبيبي. تحية إليك، حياك الله، قناتك المحترمة، حياك الله. هل ظاهرة المخدرات بالعراق أمر مقصود لتدمير شريحة الشباب العراقي ويعني زيادة التفكك المجتمعي؟ ما راح أجاوبك أستاذ العمر، تفضل. حبيب قلبي، المخدرات، هاي المخدرات مخططة لها، هاي سياسة الدول، سياسة الدول المخدرات. نعم. مو سياسة شخص فردي أو كذا، هاي سياسة الدول حبيبي، سياسة الدول بصورة عامة للشرق الأوسط وبصورة خاصة للعراق. يراد بها تدمير الشباب، تدمير الزراعة، تدمير الصناعة، تدمير الشباب الواعي، تدمير التربية والتعليم، تدمير شق وشيء جميل بالعراق، سياسة المخدرات. وبدليل دعم من الحكومة ومن كيف يعني الحكومة هي شخصيا، هاي الحكومة ما تمثل العراق، هاي الحكومة ما تمثلنا، ما تمثل أي عراقي شريف وطيب وأصيل وقلبه وروحه على بلده، ما تمثلنا. هاي الحكومة هي تدعم المخدرات، هاي وحدة. بالنقطة الثانية، المخدرات دعم للميليشيات أستاذ العزيز، دعم أموال المخدرات تجي من أموال المخدرات، تجي إلى أموال من المخدرات، دعم للميليشيات، السلاح، التكييفهم، العجلاتهم، إلى آخره إلى آخره إلى كل شيء، تمام. هاي 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 المخدرات دعم للميليشيات يا حبيب قلبي. أما بالنسبة لي اسمح لي بنقطة بسيطة للأخ المتصل القلبي علي، تحية طيبة للأخ المتصل علي. يقول القيادة للسنة وللشيعة، أول شيء هذا الكلام مرفوض أخي علي، أنت أخوي وعلى عيني وعلى راسي. القيادة تدري من؟ القيادة لأي شخص كان من يكون من مكونات الشعب العراقي ولاؤه للعراق. نعم، أحسنت كل كفوه ولاؤه للعراق. نعم. أنا عودك مثاني، عامل الإنسان المقابلي، الإنسان عامله أنه هو إنسان محترم، وأنا إنسان محترم عامله بالإحترام. بالضبط. كفيته ودينه ما له علاقة بيه، هو وربه ما له علاقة. نعم، قام على المواطنة. نعم، أحسن قام على المواطنة، ما له علاقة. أنا بكفيته ودينه ما له علاقة، مو أنا عودك مثاني، أنا المحاسب وأنا كذا. الله سبحانه وتعالى هو المحاسب، ما له علاقه. ولهذا الكثير من الوزراء اخي كيان، الكثير من الوزراء منذ العهد الملكي ولغايه 2003 كانوا من طوائف، كانوا مسيح يهود من باقي الطوائف والمذاهب، نجحوا في اداره وزاراتهم لان ولاهم كان للبلد. كيان تسمعني؟ نعم. كانوا كفؤين وكانوا يعني ولائهم للبلد ونجحوا. منذ بداية تأسيس الدولة العراقية كان هناك وزراء من كافة الطوائف ومن كافة المذاهب والملل، ونجحوا لأنهم أصحاب كفاءة وأصحاب ولاء للبلد. أنا أشكرك كيان من بغداد، كان معنا لقمان من زاخو، تفضل لقمان. لقمان تسمعني؟ تفضل أخي لقمان. وعليكم السلام ورحمة الله. بلى تفضل لقمان. استاذ اريد اشارك بالبرنامج. تفضل. نعم. استاذ عمر. نعم. بالنسبه للمخدرات الطب للعراق هي عن طريق الميليشيات اول مره. الميليشيات الى غايه يعني دمر الشباب العراق ودمر البنية التحتية، والعراق بأكملها يعني الحكومة كلها يعني حكومة
مع الكادمي الميليشيات كلها جاية حتى تدمر الشباب العراق والعراق بأكمله. فاحنا نريد نوجه النداء للسيد علي السيستاني الله يحفظه. هو مرجعية مالهم. نريد نوجه إلى سؤال، أنت قاعد للجهاد كبارك الله بيك لتحرير العراق وحتى العراق تحررت. نعم أستاذ عمر أسمعك. أستاذ حرر، فنريد من السيد علي السيستاني أن يوجه نداء يعني للميليشيات أنه تحرير العراق تم والحمد لله، إن يرجع كل واحد البيت، وهذا هو داعي للجهاد وجهاد العراق الحمد لله تقريبا بأمان. وهذا نعم. فالمفروض الميليشيات يرجعون إلى أماكنهم، اللي موظف يرجع إلى وظيفته، واللي قاعد بالبيت يسعى عمل شيء يرجع العمل. نعم. أنا أشكرك لقمان، وسلمنا على ابنك اليمك ما شاء الله الله يحفظه، كان صوته واضح بالحلقة. تحدثنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين عن انتشار ظاهرة المخدرات، وعن أرقام جديدة تحدث حولها المجلس الأعلى للقضاء في العراق ومفوضية حقوق الإنسان، وقالوا بأن 50% من شباب المحافظات الجنوبية يتعاطون المخدرات، نسبة كبيرة ومفزعة وتهدد السلم المجتمعي والعائلي في العراق. نسأل الله عز وجل أن يرفع هذه الغمة عن العراق وأن يفرج عن العراق والعراقيين. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.